الله أكبر الله أكبر. حضرنا لهذه المأدبة الرمضانية. أولا هي من مبدأ الأخوة، وثانيا من مبدأ التعارف والتواصل بين المجتمع البصري. ونقول للذي ينظر إلينا بنظرة غير جيدة أن البصرة متفرقة وأننا دائما في تفرق. نحن اليوم نمثل دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، هذا الإسلام الشريف الذي نبهنا وأعلمنا الله تعالى أننا وحدة متكاملة متحابة فيما بينهم إن شاء الله. نحن اليوم أيضا شاركنا إخوتنا في هذا المكان المبارك، وأيضا الدعوة الخالصة من القلب إلى شهدائنا شهداء الحشد الشعبي الشريف. كما تعلمون أن محافظة البصرة حقيقة هي ملتقى للتعايش، سواء على المستوى الاجتماعي على المستوى الديني. لهذا اليوم هذه الحركة العزيزة حقيقة وهي حركة إسلامية، قامت هذه الدعوة لملتقى الأديان بمناسبة شهر رمضان المبارك. طبعا قبل كل هذا لازم أن أقدم حقيقة التعازي إلى ذوي الضحايا الذين استشهدوا من أطفالنا بحادث يوم أمس. اليوم أيضا قرأنا لهم سورة الفاتحة ترحم على الراحم بهذه المناسبة. هذا الملتقى يشكل نقطة تحول في محافظة البصرة، على اعتبار أن البصرة كانت ولا زالت هي ملتقى الأديان. يشوف مثلا موجود كل الأديان كل الشخصيات البصرية، ندل على شيء ما يدل على وحدة العراق بشكل عام ووحدة البصرة بشكل خاص. تشرفنا اليوم بدعوة الأخوة من الأديان الأخرى للتدارس ولطرح الخطابات المعتدلة والخطابات المستقبلية، لأن المجتمع فيه طوائف متعددة وتنظر إلى القادة هم يعني أصحاب الاعتدال وأصحاب الخطاب. تدارسنا بعض الأمور وتفاهمنا على بعض الخطابات لنقل صور مشرقة للتوجهات وللمعتقدات التي نعتقد بها بأن البصرة هي بصرة العطاء، بصرة الخير، بصرة الاعتدال، بصرة الخطاب المعتدل. نشكر صاحب الدعوة هو حج علاء الداوي على هذه المأدبة. يعني نحتاج احنا في محافظة البصرة لهكذا لقاءات، لهكذا خاصة في شهر رمضان، يعني تحت عنوان ملتقى الأديان في محافظة البصرة، تعتبر عندها خصوصية يعني بمجتمعاتها بأديانها، ما تحس عندها ألوان متعددة، تشاهد البصريين هم لون واحد. فخير دليل على هذه المأدبة اليوم يجتمعون معنا الأخوة السنة وكذلك الصابئة والمسيح تحت يعني صور الشهداء، الجرحى الحشيد، حضور جرحى الحشيد حضور مهم، ونحتاج ديمومة هذا الزخم اللي يذكرنا بانتصاراتهم يذكرنا بأوطالهم. You don't have to do it.